بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق تطبيع العلاقات مع البحرين وإقراره من قبل الكنيسة الإسرائيلية قبل أيام، تتواصل الزيارات المتبادلة بين الجانبين في إطار المضي بتوطيد العلاقات الدبلوماسية وترسيخ التعاون في عدة مجالات. وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الذي وصل إسرائيل الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى، أكد أنه تقدم بطلب رسمي إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل فتح سفارة لبلاده في تل أبيب، مشيرا إلى أن الحكومة البحرينية وافقت على فتح سفارة إسرائيلية في المنامة. الزياني دعا خلال تصريحات إعلامية نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي بشكل رسمي لحضور مؤتمر الخطاب الأمني الذي تستضيفه البحرين في كانون الأول ديسمبر القادم. من جانبه وصف أشكينازي موافقة البحرين على افتتاح سفارة إسرائيلية في المنامة باللحظة التاريخية للبلدين، معربا عن أمله في أن يتمكن الجانبان من افتتاح السفارات المتبادلة خلال زيارته المقبلة إلى البحرين. الوزير الإسرائيلي دعا خلال لقائه الوفد البحريني السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات دون أي شروط مسبقة من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع، مؤكداً رغبة بلاده في التوصل إلى سلام مستدام. زيارة وزير الخارجية البحريني إلى تل أبيب تعتبر الأولى لمسؤول رفيع المستوى منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين في أيلول الماضي.